الغسل على صفتين، اغتسال على صفتين. غسل كول بدو قسمة دي صفة كاملة مستحبة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. يو داس طريقة جاغا بورا دا مستحبة دا رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة دا. يغسل الفرجين جاغا اخبال عورت وينزي ينوي بقلبه بزرنا بنيات كي يسمي بسم الله بسم الله بوي. يغسل الكفين اخبال لاسونا بوينزي يتمضمض يستنشق يستنثر خلاو بوتا وبات هي وبوزا بسونقي. يغسل الوجه مخبا وينزي ثم يغسل الشق اليد اليمنى مع المرفق بيعود خلاص بروندونا تكم ده بازودا بوينزي ثم اليسرى مع المرفق بيعود غسلاس ده متينزي ثم يغسل الرأس روي بالماء مع الأذنين بيعود مسد السر كي سرد غوغونو ثم يغسل الشق الأيمن كاملا سر بو سر وينزي ودا غينا بعد خبل خي طرف كم دي غابه مكمل وينزي ثم الشق الايسر كاملا او بيا مكمل طريقه بان خبل قص طرف غابه وينزي ثم يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى بابا خي خبا ودا غينا رست بيا قص خبا وينزي يخرج بهذا يصلي لا يحتاج يتوضا فبدي شكل براوزي او منز دي وكي اذا ودست ضرورت نشتر. النوع الثاني من الاغتسال دوام قسم دوام طريقه غسل اغتسال سهل اسان غسل دي. ينوي بقلبي نيت بكاي بزرك يسمي بسم الله بسم الله بوي يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفه والكثيف طول بدن بعد بوبا اچي ود د ويختو لاند جي سمرا زين د اغي طول تبو برسي مع المضمض والاستنشاق والاستنثار سرا دخلي او بوزي وبوتا چول او بوزا پاكولو يخرج بهذا يصلي لا يحتاج يتوضا والله اعلم ام دي سرا براوزي منز بكاي او دسته ضرورت نشتا والله اعلم.